كرة القدم لها مكان خاص ومكانة كبيرة وتأثير كبير أبعد من الملعب بالنسبة لكرة القدم في إسبانيا. اليوم نشهد انطلاقة موسم جديد من الدوري الإسباني. كل فريق يمثل هوية ويمثل تاريخ وعراقة مدينة منطقته. هنا كرة القدم تلعب من أجل المتعة ومن أجل الشعار ومن أجل أحلام الجماهير. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. انتهى الانتظار وحان وقت المنافسة، موسم كبير ينطلق اليوم في الكرة الإسبانية وصفحة جديدة للتنافس والندية بين الأندية الكبرى. هل يكون الصراع هو صراع ثنائي معتاد كما تعودنا في الكرة الإسبانية؟ أم أن هناك مجال لحصان أسود يظهر كما حدث في السنوات الأخيرة ونشاهد منافسة ثلاثية على اللقب أو حتى رباعية؟ إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات، والآن كريم بنزيما فعلوها سجلوها في الشباك. قام بعمل رائع السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. المباراة تبدأ ب1-0، الهدف المبكر يجعلنا متحفزين لكرة قدم ممتعة هذا اليوم. ثم الكرة العرضية، إبعاد ناجح للكرة، كريم بنزيما، هجمة مرتدة الآن. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. كابوي، تمريرة جميلة، ليس متسللا هنا، بينية رائعة عند المساحة الخالية على الطرف. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب كابوي. فينيسيوس جونيور، رودريغو، قد تكون هذه فرصتهم. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، حاول واقترب من هز الشباك. هنا مجهود جيد في التسديد لكنه لم ينجح في توجيه الكرة بالشكل المطلوب لكي تصل إلى المرمى. بطريقة ذكية يواجه خصمه، مواجهة قوية بينهما. تسديدة، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. الركنية الأولى في المباراة. كريم بنزيما، الكرة داخل الشباك. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. النتيجة 2-0،
المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. فالفيردي يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. غيران صافرة نهاية الشوط الأول. أداء كبير في شوط المباراة الأول، ضغط كبير، تحجيم لخطورة الخصم أيضا في الملعب. يعرفون الآن كيفية التعامل مع مباراة بشكل ذكي، بشكل رائع، طريقة ناجحة وفعالة. حتى الآن في أول 45 دقيقة أعتقد راح يحاول أن يستمر بنفس هذا النهج في الشوط الثاني. الإثارة تتواصل مع عودة اللاعبين من استراحة ما بين الشوطين. لا تغييرات في تشكيلة الفريقين. لوسيلزو نقل الكرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا. باكو الكاثر، كامافينجا، فرصة هجوم معاكس. كريم بنزيما، كريم بنزيما، كريم بنزيما، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. هذا هو رجل الساعة، رجل الملعب، رجل المباراة وصاحب الأرضك. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. The attendance for this match was 71,898. الله ما أروع هذا المرور، هذه المهارة العالية. يستعيد الكرة بشكل سريع. والآن فرصة للتحول الهجوم. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. بنزيما، هذه لعبة خطيرة هنا. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. بيدرازا مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. الآن إمكانية المرتدة، يستعيدها كروس. كروس، سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين اللاعبين. لديهم الفرصة مرة أخرى. فعلها وسجل الكرة في الشباك. أعتقد الآن الكل يفكر متى ستنطلق صافرة النهاية. كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة المدراء من أجل صناعة الفارق. سيطرة عادية مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. Number 27. مهارة غير عادية بالكرة.
تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية. Substitution. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. يسدد الكرة. موجود لإبعاد الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة. فرصة سانحة للتسجيل. فرصة من جديد. الله ما أروعك. صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. إمكانية مرتدة الآن. فينيسيوس جونيور وصلت إليه. يسيطر. فرصة للتسديد. انتهت المباراة. شاهدنا براعة نجوم خط الوسط في صناعة الفرص، براعة المهاجمين في ترجمتها. لذلك كانت المباراة كبيرة واستحقوا هذا الانتصار. كريم بنزيما قدم مباراة كبيرة يستحق كرة المباراة الآن. شيء رائع أن يكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم بالتأكيد.